المصري والإنجليزي على أراضي السودان. ووسط كل ما يموج به السودان آنذاك من ظروف سياسية واجتماعية تحت سيادة الحكم الثنائي، ولد إسماعيل أحمد بن إسماعيل بن أحمد الأزهري في عام 1900 في بيت علم. وفي عام 1902 أنشأ اللورد كيتشنر كلية جوردن التذكارية لتخليد ذكرى اللورد جوردن حاكم عام السودان الذي قتله الثوار المهديون عام 1885. التحق الأزهري بكلية جوردن عام 1917 بقسم المعلمين، وفي عام 1918 تم إنشاء نادي الخريجين. فكر الحكومة البريطانية المستعمرة في إنشاء هذا النادي لاحتواء التيارات المتعلمة بين المثقفين السودانيين في ذلك الوقت. كان أول رئيس للنادي هو رئيس بريطاني يدعى مستر سيمسون، وفي خطبة الافتتاح في هذا المكان قال المستر سيمسون كلمة أشبه بالنبوءة، قال إن هذا النادي سيلعب دورا مقدرا في تاريخ هذه البلاد. في عام 1921 تخرج الأزهري من كلية المعلمين ليبتعث مدرسا بعطبرة، ومن ثم ينتقل إسماعيل الأزهري إلى مدرسة أم درمان في عام 1924، العام نفسه الذي اندلع في السودان ما سمي بثورة 1924 بقيادة علي عبد اللطيف وآخرين. الغريب في الأمر أن بداية النضال بدأت من مقابر أم درمان. كان أهل أم درمان يشيعوا مأمور مركز أم درمان، وكان شخصية محبوبة وهو مصري. خرجت تظاهرة كبيرة لتشييعه، وفي المقابر وقف أحد قادة هذه الثورة، حاج الشيخ عمر رضي الله، وقف وهتف بعد التشييع: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليهتف معي، تحيا مصر تسقط إنجلترا. وكانت هذه هي بداية الشرارة لثورة 1924. أستاذ إسماعيل الأزهري كان أستاذاً في كلية أردون، اختير في بعثة دراسية للدراسة في بيروت، وسافر ونال بكالوريوس في الرياضيات. كان له بعض الزملاء السودانيين وكانوا يتفاكروا في كل فرد فيهم ما هي أمنيته. فنذكر المرحوم عبد الفتاح المغربي أراد أن يحضر إلى السودان ليفتح مستشفى، وكان له ما أراد. وعبيد أحمد نور أيضا المرحوم أراد أن يفتح المدارس وكان له ما أراد. وعندما سألوا الزعيم فأجابهم بأنه يريد أن يطرد الإنجليز. بعد عودته إلى السودان زاول نشاطه في نادي الخريجين لينتخب سكرتيراً لنادي الخريجين في عام 1931. عندما عاد كان هو واحد من أعلام الأساتذة في كلية أردون. كانت محاضراته والحصص التي يدرسها كانت نهاياتها تتحدث عن الوطنية وعن القومية في السودان وعن مناهضة الحكم الأجنبي. كان ميلاد مؤتمر الخريجين بعد ذلك بسبع سنوات بناء على فكرة تقدمت بها جمعية ود مدني الأدبية إلى نادي الخريجين بأم درمان، وكانت هذه هي بدايات مولد الحس الوطني الحديث في السودان.
قدم المؤتمر بمذكرة في أبريل 1942 يطالب في هذه المذكرة بمنح السودان بكامل حدوده الجغرافية حق تقرير المصير. وهنا بدأ الوجدان السياسي للإنسان السوداني يتكون. كيف يتقرر مصير السودان؟ بدأت تظهر مدارس سياسية. واحدة من هذه المدارس رأت أن مصير السودان لا يمكن أن يتقرر إلا إذا ما التقت الحركة الوطنية في السودان وفي مصر، وأن تكون هنالك دعوة للاتحاد بين السودان ومصر حتى يخرج المستعمر من وادي النيل. هذه المدارس السياسية سرعان ما تركت النخبوية ورأت أن تنزل إلى الشارع وإلى الجماهير، فكانت هذه هي بداية التكوينات السياسية. ألف تسعمائة ثلاثة وأربعين شهد رد الإدارة البريطانية على مذكرة مؤتمر الخريجين عام 1942 عندما قررت إنشاء المجلس الاستشاري لشمال السودان بدون أن يكون الجنوب ممثل في هذا المجلس. وكانت النتيجة أن قرر مؤتمر الخريجين مقاطعة هذه المؤسسة، واعتبر كل من يقبل عضويتها مفصولا من المؤتمر. أول حزب سياسي تكون في السودان في عام 1943 عرف باسم حزب الأشقاء. قام إسماعيل الأزهري بطرح فكرة كانت جريئة في ذلك الوقت. الفكرة في تبنيه ومن ورائه مساندة من مجموعة الأشقاء أو حزب الأشقاء في الدعوة إلى قيام حكومة سودانية وطنية ديمقراطية تحت التاج المصري. عندما بدأ الانشقاق داخل مؤتمر الخريجين بين من ينادون بالاستقلال عن طريق الاتحاد مع مصر تحت التاج المصري ومن ينادون بالاستقلال التام للسودان، فزار الأزهري مصر عام 1943 وتوالت الزيارات بعد ذلك. في سنة 1946 ذهب وفد كبير بقيادة إسماعيل الأزهري مثلت فيه كل الأحزاب السياسية في السودان إلى مصر. عندما فشلت تلك المفاوضات نادت مصر بنقل القضية إلى مجلس الأمن، وأيضا ذهب وفد بقيادة إسماعيل الأزهري إلى مجلس الأمن للدعاية للقضية السودانية وقضية وادي النيل. أرادت بريطانيا أن تأخذ زمام المبادرة في سنة 48 بأن دعت لقيام مؤسسة تشريعية يكون غالبية أعضائها بالانتخاب، وسميت بالجمعية التشريعية. مؤتمر الخريجين وحزب الأشقاء قرروا أن يقاطعوا هذه المؤسسة. الأزهري عندما تكونت الجمعية التشريعية عام 1948 رفض تماما الدخول في الجمعية التشريعية، وله عبارة شهيرة: لن ندخلها ولو جاءت مبرأة من كل عيب، لأن عيبها أصلا أنه جاءت بمبادرة من الإدارة البريطانية. حدث إضراب سياسي عام، أغلقت المحال التجارية، خرجت التظاهرات، وكان من أبرز هذه التظاهرات المظاهرة التي خرج فيها طلبة المعهد العلمي في أم درمان، وكانوا يحملون إسماعيل الأزهري على الأعناق. فضت هذه المظاهرة واعتقل الطلاب
واعتقل الرئيس إسماعيل الأزهري وقدم للمحاكمة، حكم بشهر سجن، وحكم قيادات الطلاب بثلاثة أشهر سجنا. في سنة 49 حدثت مجاعة أو نقص غذائي في شرق السودان. صرح إسماعيل الأزهري أن شرق السودان ليس فيه مجاعة وإنما تجويع، الحكومة جوعت الناس، فاعتقل وقدم لمحاكمة بتهمة التحريض، ودافع عن نفسه في كلمات مأثورة أنني لو لم أحرض على الحكومة وأنا رئيس لمؤتمر الخريجين ورئيس لحزب الأشقاء فماذا أفعل؟ لو ما عرضتش الحكومة هعمل إيه؟ فحكم أيضا بثلاثة أشهر سجن. في عام 1952 حدث حدث كبير، وهو قيام ثورة 23 يوليو بقيادة اللواء محمد نجيب. وهذه الشخصية تعتبر عند السودانيين أنه سوداني أكثر من أنه مصري. عند قيام الثورة وجدت الثورة هذا الطرح الذي ينادي إسماعيل الأزهري به بقيام حكومة سودانية وطنية ديمقراطية في اتحاد مع مصر تحت التاج المصري، وجدت الدعم من قيادة ثورة 23 يوليو. لو لا قيام ثورة 23 يوليو لا تباطأت خطوات تقرير المصير في السودان، وذلك لأن قيادة الثورة المصرية رأت أن تحل القضية السودانية قبل أن تحل القضية المصرية، لذلك بدأت المفاوضات مع الحكومة البريطانية بحل قضية السودان، لذلك وقعت اتفاقية 12 فبراير 1953. بموجب هذه الاتفاقية تحددت خطوات تقرير المصير للسودان. كانت هناك أكثر من 6 فصائل اتحادية تم توحيدها في القاهرة على يد الرئيس محمد نجيب، وأعلن قيام الحزب الوطني الاتحادي، وجرت أول انتخابات ديمقراطية في السودان في ديسمبر 53، واستطاع الحزب الوطني الاتحادي أن يفوز بهذه الانتخابات، واستطاع أن يشكل أول حكومة وطنية في السودان. أول حكومة كان رئيس إسماعيل الأزهري، وكانت تتكون من 12 وزير، منهم 3 من الجنوب و9 من الشمال. لكن التطورات السياسية التي حدثت في مصر، وأي شخص عاش تلك الفترة أو قرأ عنها يعرف أن الثورة المصرية نفسها كانت عندها مشاكل داخلية، لذلك التنازعات اللي حصلت كان عندها أثر علينا إحنا هنا في السودان. فبدوا كثير من الناس يفكروا إنه لو اللي حصل في مصر ممكن يحصل في السودان، بدوا الناس يفكروا ويعيدوا النظر في قضية الوحدة مع مصر. لم ينقلب الأزهري على فكرة الاتحاد مع مصر، ولكن الأزهري كان استقلاليا منذ البداية. بعد توقيع اتفاقية الحكم الذاتي وتقرير المصير في 12 فبراير 1953 ذكر الأزهري لويليام لوس وهو مستشار الحاكم العام أنه لا يمكن لشخص في كامل قواه أو حواسه العقلية بأن وهو قد تحرر من سيد أن ينتقل إلى سيد آخر. فالشعار كان تكتيكيا، وموقف الأزهري كان موقفا تكتيكيا. هناك بعض المحللين السياسيين يعتقدون أن فكرة الاتحاد مع مصر كانت ذريعة أرادها إسماعيل الأزهري ليحيد بها الرأي السياسي المصري. هذا الكلام ليس دقيقا،
صحيح أن إسماعيل الأزهري أراد تحييد الرأي العام السياسي المصري، ولكنه كان يؤمن بضرورة الوحدة ما بين مصر والسودان، ولكنه لم يكن يريدها وحدة اندماجية، ولكن أراد أن تقوم حكومة وطنية ديمقراطية في السودان تحت التاج المصري بشكل انتقالي، تمهد فترة انتقال من بعدها يقرر السودانيين إن كانوا يريدون وحدة مع مصر أم الاستقلال. ما الذي قاد إسماعيل الأزهري لتغيير وجهة نظره ما بين الاتحاد مع مصر وما بين الاستقلال؟ هنالك بعض المحللين السياسيين يرون أن التغيرات التي حدثت في قيادة ثورة 23 يوليو في مصر كان لها تأثير في هذا التغير، فإزاحة محمد نجيب من السلطة في مصر كان له تأثير على القوى الاتحادية في السودان. محمد نجيب كان وجها محبوبا في السودان، إزاحة محمد نجيب بهذه الطريقة جعل القوى الاتحادية تتخوف من هذا النهج في القيادة السياسية في مصر. أيضا كان هنالك تباينا ما بين النظام السياسي الانتقالي في السودان في تلك الفترة قبل الاستقلال، كان نظاما ديمقراطيا، بينما نظام ثورة 23 يوليو في ذلك الوقت أصبح ينحى منحا شموليا، جعل القيادات الاتحادية تتخوف من المضي في نهج الوحدة مع مصر. لذلك وبعد أن طاف إسماعيل الأزهري كرئيس وزراء منتخب في تلك الفترة، كل أقاليم السودان أدرك أن صوت الاستقلال هو الصوت الذي يعلو وسط الجماهير السودانية. ليس حزب الأمة فقط، بل كانت هنالك أحزاب أخرى، الحركة العمالية تنادي باستقلال السودان، الحركة السودانية للتحرر الوطني تنادي باستقلال السودان، طلبة كلية الخرطوم الجامعية ينادون باستقلال السودان وهكذا، فكان هناك ضغط شعبي لإعلان الاستقلال. كان من أهم الجولات التي قام بها الرئيس إسماعيل الأزهري حضور مؤتمر باندونغ، كانت محطة مهمة أن شارك السودان قبل أن ينال استقلاله في مؤتمر باندونغ. هنالك التقى بزعماء دول عدم الانحياز، ثم سافر إلى لندن، إلى لبنان، سوريا، مصر، كانت طبعا زيارات كثيرة ومتعددة، ولكن أنا أفتكر كان مهم جدا حضورهم لمؤتمر باندونغ. يذكر أنه لم يكن السودان في ذلك الوقت دولة مستقلة، فرفعوا علم أبيض أمام الوفد السوداني. في ذلك المؤتمر تحدث إسماعيل الأزهري عن أن تقرير المصير للسودان سيكون دولة سودانية ديمقراطية حرة، يعني أعلن الاستقلال في ذلك الوقت من بين ثنايا حديث. هناك حدثان مهمان يدللان على حرص الرئيس إسماعيل الأزهري على تجسيد الديمقراطية في ذلك الوقت المبكر. إسماعيل الأزهري كان بيقدم الميزانية وهو رئيس الحكومة، ميزانية 55-56، فاثنين من أعضاء حزبه يعني تمردوا عليه فسقطت الميزانية، فخرج من البرلمان لمكتبه، سحب أوراقه وقدم استقالته للحاكم العام وراح بيته. فأي ديمقراطية وأي نزاهة وأي يعني قيادة رشيدة أفضل. قرر حزبه أن يخرج إلى المعارضة نتيجة لإسقاط هذه الميزانية. ومن المفارقات المحزنة أنه عندما قدم إسماعيل الأزهري استقالة حكومته جراء إسقاط الميزانية في نوفمبر 55، تزامن سقوط هذه الحكومة مع خروج آخر جندي بريطاني من السودان، ولكن عاد البرلمان للإنعقاد بعد بضعة أيام،
وأعيد انتخاب حكومة الأزهري مرة أخرى. يوم 15 ديسمبر 1955 ونتيجة لسؤال عادي في البرلمان كان بيسأل النائب يعقوب حامد بابكر إنه هل السودان منح قواعد للأمريكان ولا لا؟ أجاب رئيس الوزراء إسماعيل الأزهري كلا ثم كلا، وسأله أحد النواب الجنوبيين ماذا تعني كلا ثم كلا هذه، فقال أن حكومتي قد كانت لديها مهام محددة، سودنة الوظائف وقد تم، جلاء القوات الأجنبية وقد تم، توحيد رأي السودانيين حول تقرير المصير وقد تم. بعد كده حصل أسئلة فرعية، فلما الأسئلة سخنت وكبرت شوية قال لهم أنا عليه، يعني أنتم بتتكلموا النهار عن هذا الموضوع، أنا سأعلن الاستقلال من داخل هذا البرلمان يوم الاثنين القادم. كان هذا التصريح قد أحدث ربكة في الساحة السياسية ولدولتي الحكم الثنائي. في جلسة عادية لم يتوقع أن يعلن هذا القرار. إعلان الاستقلال من داخل البرلمان كان في 19 ديسمبر 1955، قدم أحد النواب قراراً يطلب من دولتي الحكم الثنائي مصر وبريطانيا أن تحترف فوراً باستقلال السودان، وثني الاقتراح وأيد هذا الاقتراح بالإجماع. كان الإخراج يعني فيه نوع من الذكاء. اتفقوا أن يقدم الاقتراحات أعضاء الصفوف الخلفية، فأختير واحد من النواب من المناطق النائية في دارفور وكردفان ليقدم الاقتراح. وزعوا الأدوار بحيث أن الجلسة أو المشاركين في الجلسة مثلوا كل ألوان الطيف السياسي الموجود في البرلمان. كل البرلمان تحول إلى لجنة واحدة، ما فيش معارضة وحكومة. أعلن الاستقلال من داخل هذا البرلمان، يقرر البرلمان قراره التاريخي في 19 ديسمبر 1955، الرغبة شعب السودان مجتمعا في هيئة نوابه أنهم يعلنون أن السودان دولة حرة مستقلة، وكان هذا هو يوم الاستقلال من داخل البرلمان. وخرج البرلمان والتحم مع جماهير الشعب لإيصال ذلك القرار إلى قصر الحاكم العام. من 19 يناير 1955 إلى اليوم التاريخي وهو لحظة رفع العلم، حتى كثير من السودانيين يذكرونها بالساعة وبالدقيقة. الصحف السودانية أيضا أوردت هذه التفاصيل، حيث رفع العلم في أعلى سارية البرلمان، قام به رئيس الوزراء الزعيم إسماعيل الأزهري وزعيم المعارضة الأستاذ محمد أحمد محجوب، ثم توالت الاعترافات بالدولة السودانية المستقلة. كان يوم مشهود، ولعل الناس شاهدوا كيف أجهز السيد عبد الرحمن المهدي بالبكاء وهو يرى العلم البريطاني والعلم المصري يتدليان من السارية ويرتفع مكانهما علم السودان. في صحفي اسمه علي الشيخ البشير، هذا الصحفي كان مؤمن إيمان بلا حدود بوحدة وادي النيل، فلما شعر أن السودان تخلى عن وحدة وادي النيل انتحر في البحر.
الميدان عنده رمزية خاصة بالنسبة ليوم إعلان الاستقلال، واللي شهد حشد ما حصل في تاريخ السودان. الشوارع المؤدية إليه جميعها امتلأت بالمواطنين يوم من كل مكان، وإحنا كنا أطفال صغار، لأنه ما فضل أي إنسان عنده أي نوع من الإدراك وإلا حضر إلى مكان الاحتفال. الرئيس إسماعيل الأزهري يعني كان في ذلك اليوم سعيد، لأنه التفت حوله جماهير واسعة من الشعب السوداني وغفيرة وكل زعماء السودان. وصل أزهري ومن خلفه زعيم المعارضة ليتحدث إلى الشعب المتعطش للحرية والسيادة. من هذا المكان أعلن الزعيم إسماعيل الأزهري استقلال السودان. تجمع قادة السودان وزعمائه، زعماء الطوائف وزعماء الأحزاب وزعماء العشائر والشيب والشباب، وكما يقول المثل السوداني الأعمجة شايل المكسر. اختير هذا المكان ليس لقربه من القصر الجمهوري، إنما اختير هذا المكان لأنه هنا كانت تتمركز سلطة الاستعمار. وتحدث إسماعيل الأزهري إلى الشعب مستعرضا كفاح الشعب السوداني في جميع أطواره، وأنه لن يفرط في حقوق الشعب، وأنه سيصون استقلاله ويعزز حريته. عندما فرغ الرئيس من خطابه تحرك موكب المسؤولين إلى القصر الجمهوري، حيث أجريت العمليات الرسمية لإعلان الاستقلال. رفع العلم بواسطة زعيم المعارضة مع الرئيس الأزهري، رفع علم استقلال السودان المثلث الألوان. جاء دود باركر، سير دود باركر اللي هو الوكيل البرلماني ممثل الحكومة الإنجليزية، وجاء عبد الفتاح حسن ممثل الحكومة المصرية، وشهدوا إنزال العلمين وتسليمهم لكل ممثل لدولة ورفع علم السودان. وده كان إذانا بإعلان اليوم الأول لاستقلال السودان، كان في 1 يناير 1956. لما أزهري أعلن الاستقلال من داخل البرلمان، القوى الاتحادية ما كانت موافقة، والقوى الخدمية ما كانت موافقة. تطور هذا إلى شقاق، والشقاق ده خلى القوى الاتحادية والقوى الانفصالية تنفصل من الحزب، فكونوا حزب اسمه حزب الشعب الديمقراطي. حزب الشعب الديمقراطي كان تحت يعني مباركة وقيادة روحية للسيد علي المراني. حزب الأمة كان موجود. يرى بعض المحللين أن قيادات الطائفتين تخوفتا من بروز قوى سياسية جديدة ممثلة في الحزب الوطني الاتحادي، وهذه القوى كانت تمثل فيما مضى طلائع مؤتمر الخريجين. الاثنين اتفقوا أنه يطيحوا بالحزب الوطني الاتحادي ويطلع أزهري، وتجي حكومة ائتلافية مكونة من حزب الأمة ومن الذين انشقوا على الأزهري كحزب الشعب الديمقراطي، ويعملوا هذا الحكم الائتلافي. لذلك تم لقاء السيدين، ونقصد بالسيدين السيد علي المرغني والسيد عبد الرحمن المهدي. السيد علي المرغني هو الزعيم الروحي لطائفة الختمية التي كانت تناصر الحزب الوطني الاتحادي. السيد عبد الرحمن المهدي هو الزعيم الروحي لطائفة الأنصار التي كانت تناصر حزب الأمة. ومن تداعيات لقاء السيدين أن سقطت حكومة الزعيم إسماعيل الأزهري، وهي الحكومة التي حققت الجلاء والسودنة والاستقلال. فعندما سقطت حكومته
دعا بعض نواب الحزب الوطني الاتحادي الرئيس إسماعيل الأزهري إلى حل البرلمان قبل إسقاط حكومته والدعوة إلى انتخابات جديدة، ولكن الرئيس إسماعيل الأزهري بحرصه على ترسيخ الديمقراطية في ذلك الزمن البعيد أصر على تقديم استقالة حكومته وخرج إلى المعارضة، وأيضا رفض دعوة بعض كبار قيادات الجيش السوداني لعمل انقلاب ليعود به إلى السلطة. وتشكلت الحكومة الوطنية الثانية برئاسة السيد عبد الله خليل وهو ممثل حزب الأمة بالتحالف مع حزب الشعب الديمقراطي الذي انشق عن الحزب الوطني الاتحادي. هذه الحكومة كانت غير متجانسة، لأن حزب الشعب الديمقراطي كان مناصرا للحكومة المصرية بقيادة جمال عبد الناصر، وحكومة السيد عبد الله خليل كانت تحسب على الولايات المتحدة الأمريكية. قد يكون هذا خطأ، قد يكون صحيح، ولكن مما عزز هذا الاعتقاد قبول السيد عبد الله خليل لمشروع المعونة الأمريكية الذي كانت تناهضه القوى السياسية في السودان، وكانت تناهضه مصر أيضا بقيادة عبد الناصر. لذلك كانت هذه الحكومة غير متجانسة، وعصفت بها الصراعات السياسية الشديدة ما بين حزب الشعب الديمقراطي وما بين حزب الأمة. هذا الموضوع استمر فترة من الزمن. سنة 58 حصلت تطورات سياسية. أخوان المصريين كان لعبوا دور كبير جدا في المصالحة بين الحزب الوطني الاتحادي بقيادة الزعيم الأزهري وحزب الشعب الديمقراطي بقيادة الشيخ علي عبد الرحمن، في أنهم الاثنين لازم يرجعوا مع بعض ويألفوا حكومة ويطلعوا حزب الأمة برا. حزب الأمة لما شعر بهذه الحكاية، وكان في السفير الموجود في القاهرة هو حزب الأمة، وعاصر هذه دي معركة سياسية ديمقراطية يعني عادية معروفة، فقاموا هم قرروا إنهم يعني يطيحوا بالهذه يسبقوا هذا التآمر كما سموه بين حزب الشعب الديمقراطي بين الوطن الاتحادي، بأنه عبد الله خليل اللي هو كان الأمين العام لحزب الأمة وكان رجل من أبرز القادة السودانيين إنه يسلم الحكم للجنرال عبود فيقطع لديه الطريق. السيد عبد الله خليل سارع بالاتصال بقيادة الجيش، والسيد عبد الله خليل عليه رحمة الله كان أساسا خلفيته عسكرية، اتصل بالفريق عبود القائد العام للجيش وكبار قيادات الجيش، فتم ما يوصف في السياسة السودانية بعملية تسليم وتسلم، وهكذا تم وقت أول تجربة ديمقراطية في السودان، وانتقل الحكم إلى القوات المسلحة في فجر 17 نوفمبر 1958 كأول انقلاب عسكري يشهده السودان، وبهذه اللحظة دخل السودان في دوامة الانقلابات العسكرية. أيها المواطنون، سعادة الفريق إبراهيم باشا عبود القائد العام للجيش يتحدث إليكم. أيها المواطنون، أحييكم جميعا أطيب تحية. وبعد، كلكم يعلم ويعرف تماما ما وصلت إليه حالة البلاد من سوء وفوضى وعدم استقرار للفرد وللمجموعة. مؤسسة عبود لما جاءت طبعا حكمت البلد لمدة 6 سنوات، اعتقلت أزهري وصحابه، وبعد كده يمكن توقفوا عن العمل السياسي. جاء انقلاب عبود في 17 نوفمبر 58، وصادر كل الحريات وحل البرلمان وحل الأحزاب السياسية، وكان حكما عسكريا كلاسيكيا يقوده كبار جنرالات الجيش. ولعل السبب الأساسي الذي أطاح بالنظام العسكري الأول أي نظام عبود كان يتمثل
في غياب الحرية والديمقراطية، والحرية والديمقراطية هما قيمتان يعشقهما الشعب السوداني. السبب الآخر هو المعالجة الخاطئة التي انتهجها نظام عبود لحل مشكلة الجنوب، فقد عمد نظام عبود إلى قمع الجنوب بالحديد والنار كما يقولون. لذلك عقدت ندوة في جامعة الخرطوم لمناقشة أزمة الجنوب، وتصدى لهذه الندوة قوات الشرطة، وسقط أول شهيد في ثورة أكتوبر طالب بجامعة الخرطوم هو الشهيد أحمد القرشي طه. هذه الندوة كانت هي الشرارة التي فجرت ثورة 21 أكتوبر وأطاحت بنظام عبود، وتشكلت حكومة انتقالية من 64 إلى 65. مكست الحكومة الانتقالية عقب ثورة أكتوبر من 64 إلى 65، ثم أجريت الانتخابات البرلمانية الثالثة في تاريخ السودان كاستهلال للفترة الديمقراطية الثانية. تمت هذه الانتخابات في 1965، أسندت بموجبها الرئاسة الدائمة لمجلس السيادة أي منصب رأس الدولة للرئيس إسماعيل الأزهري. حصل في مصر سنة 67 اللي هي عام النكسة، فكان اندعى السودان لمؤتمر قمة عربي سنة 67. النظام الديمقراطي الذي كان سائدا في السودان كان نظاما مقبولا من كل العواصم العربية. عرف فيما بعد بمؤتمر اللاءات الثلاث، أي لا صلح ولا تفاوض ولا اعتراف بإسرائيل. هذا المؤتمر نجح في استعادة التضامن العربي، واستطاع أن يوفر أرضية صالحة لهذا الإجماع العربي. إنه لشرف عظيم لا يعدله شرف، وإنها لسعادة كبرى ونادرة أن أرحب بكم باسم جماهير الشعب السوداني المؤمنة. كان حريصاً على الديمقراطية، وكان يعني يؤمن بها إيمانا شديدا، ولعل من كلماته المأثورة في هذا الشأن أنه كان يردد دائما أن الحرية نور ونار، من أراد نورها فليصطلي بنارها. وكان يقول دوما ليس هنالك وسيلة لمعالجة مشاكل الديمقراطية إلا بالمزيد من الديمقراطية. كان الرجل يعني حريص جدا على حرية الصحافة والحرية العامة عموما. أذكر في هذا الخصوص أنه في يوم من الأيام جيت مكتب الصحيفة التي كنت أعمل بها، فإذا برئيس التحرير يبلغني أنه الحكومة فتحت بلاغ ضد رسام الكاريكاتير بالجريدة المرحوم عز الدين عثمان. فقال لي حصل الرئيس، اتصلتك معه كويس، شوف الحكايه دي شنو. فمشيت للرئيس فبلغته، فقال لي ده يكون الاستاذ عبد الماجد ابو حسب وزير العدل. فاتصل به فورا وقال له يا استاذ عبد الماجد، انا معي ابننا ادريس حسن، وقال انه في الحكومه فتحت بلاغ ضد صحيفه الايام والرسام الكرتون ابننا عز الدين عثمان. انا عايز اقول لك انه انا شاهدت الكاريكاتير، طلعت عليه الصبح في المنزل وأعجبني وضحكت كثيرا، فأرجو أن تسحب هذا البلاغ. ما أداه فرصة يجادله، خدت السماعة. أول شيء يطلبه هذه الصحيفة التي يستعرض عليها الكاريكاتير،
ويبتدأ يومه بالضحك وعاليا يقحقح على هذه النكتة، ونحن كلنا جميعا نضحك معه. فكنا نستفسر فكان يقول هذه هي الحرية. كان راجل بيتعامل مع الأجهزة. أذكر أنا ذهبت إليه في مكتبه في القصر الجمهوري وهو طالع من المكتب، قلت له السيد الرئيس أنا عندي معلومات في ضباط في القوات المسلحة بيتحركوا عايزين يعملوا انقلاب. أخذ كلامي كتبه في ورقة قال لي تعال لي بكرة آخر اليوم. مشيت له بكرة آخر اليوم، قال لي أنا استدعيت قائد الجيش ورئيس الأركان ورئيس المخابرات فنفوا جميعهم أنه ما في كلام زي ده، وقالوا أنه كلام ده خطير ترديد وكده. سكتنا على الحكاية. لفت الأيام فإذا بي وزير المالية الشريف حسين الهندي كان في مكتبه ده يناديني يقول لي أكتب خبر عن أنه في انقلاب وأنه في تحركات في الجيش وأنه نحن مسافرين ماشيين ليبيا لمدة 5 يوم وفد كبير فوق رئيس الوزراء، نشر الخبر ده ربما يخوفهم ما يعملوا الانقلاب بتاعهم. وكان ده في يوم 23 أغسطس 1968. كتبت الخبر والدنيا جاطت ونفي شديد جدا وشتمت شتيمة الأرازل. فبعد يومين الوفد الماشي ليبيا كنت صحفي مرافق معه، ففي الطيارة رئيس الوزراء فتح شنطته أدى الشريف فايل أزرق قراه ورجعه له، وأنا قاعد جنبه وقام قال لي إذا كان دي معلومات جيش عمك المحجوب وعمك الخواض الله يستر علينا ما نبقى لاجئين عند الناس الماشيين لهم ديل. قلت له ليه؟ قال لي لأنه الماضي التقرير رايد مامون عوض بزيد عن عقيد محمد عبد القادر عمر مدير الاستخبارات مامون ذاته معه. لحظة قيام الانقلاب في 25 من مايو، وكعادته كان جالسا على السجادة يتلو ما يتيسر له من القرآن الكريم. في لحظة الفجر نفسها تنام إلى سمعه أصوات جمهرة وضجيج وما إلى ذلك، فأرسل من يستطلع الخبر، فجاءه الرد بأن الشارع مكتظ بالدبابات وبالجنود المدججين بالسلاح وهناك جمهرة من الناس في الخارج. واصل تلاوته للقرآن كأن شيئا لم يحدث، وبعد ذلك دخل عليهم من يخبرهم بأن الزعيم الأسهري مطلوب اللقاء القبض عليه، وحمل بعض أغراضه الشخصية وأخذ إلى محبسه في سجن كوبر، ومكث في غرفة صغيرة جدا حقيقة لا تليق بمقام رأس دولة وهو كان رئيس مجلس السيادة. اعتقل السيد إسماعيل الأسهري واعتقلت أنا. ففي يوم في المغرب أنا داخل السجن المعتقل بمر في حتة اسمها المعاملة الخاصة، كان قاعد فيها الرئيس، والنور بتاع السجن لونه برتغالي، فدائما الرئيس يعني جالس يقرأ في القرآن أو بيصلي. فسمعت صوته، أنا مخلوع أول مرة أخش السجن، فقلت له مساء الخير السيد الرئيس، وهو رجل يعرف الأصوات جيدا، فرد عليه قائلا مساء الخير الرجل الذي لم نصدقه. استمر الحال إلى أن بلغهم في يوم من الأيام خبر وفاة شقيقه علي الأسهري، فأذنت له إدارة السجن لأسباب إنسانية بأن يذهب إلى داره ليشارك في التشييع وفي تقبل العزاء. كان السبب الذي أدى إلى وفاة السيد علي الأسهري يتصل بأن إحدى اللجان تسمى لجنة التطهير أقاموا بتفتيش دقيق لمنزل الأسهري.
الحقيقة بعد الانقلاب وكعادة أي يعني انقلابيون في ذلك الوقت أرادوا أن يحاكموا من كان قبلهم. قبليها أرادوا تفتيش منازلهم، أتت لجنة لتفتيش المنزل. لما علم علي الأزهري بما تطمح أو يعني تنشده هذه اللجنة ثار وغضب غضبا شديدا، وكان مريضا بمرض ارتفاع ضغط الدم. ف يعني بمجرد ما خرجت اللجنة من المنزل ولم تجد ما يسوى يعني ولم تجد شيئا، أثرت عليه حالة الانفعال فأصيب بذبحة صدرية وتوفي. هذه اللجان خرجت نتيجة غير اللي كانت متوقعاها، يعني هم متوقعين يجدوا السبائك الذهب وإلى آخره، ولكن وجدوا بيت عادي به أسرة ولا لا غير حب الناس، كنا لا نملك أي شيء. هذه الأشياء حقيقة يعني تراكمت وترسبت في نفسيته، فعندما انتهت الأيام العزاء اضطر الغائمين على رعايته إلى أن ينقلوا إلى مستشفى الخرطوم، وتوفاه الله إلى رحمة مولاه في عصر يوم الثلاثاء 26 من أغسطس عام 1969. السقطة الأخلاقية لنظام مايو كانت عندما تم الإعلان الرسمي لوفاة بطل الاستقلال الزعيم إسماعيل الأزهري بطريقة غير كريمة، إذ أعلن في الراديو بهذا النص: اليوم توفي إسماعيل الأزهري وكان الفقيد معلما بالمدارس الثانوية. ومن المفارقات أن السيد منصور خالد وكان وقتها في النظام المايوي أشار لهذه الواقعة في كتابه عندما قال أن مجلس قيادة الثورة كان منعقداً لتدارك كيفية تشييع جثمان الأزهري، كان هنالك رأي ينادي بأن يدفن سراً. جاء خالد حسن عباس وهو غاضب على هذا التوجه، فصرخ في أعضاء مجلس الثورة المجتمعين ومعهم أعضاء مجلس الوزراء وقال لهم: كيف تريدوننا أن نواري جثمان إسماعيل الأزهري بطل الاستقلال سرا؟ إن أبي أنا خالد حسن عباس ظل يبكي بالدمع على إسماعيل الأزهري منذ الليل وحتى الصباح، فإذا كنا نحن أعضاء مجلس قيادة الثورة لا نستطيع أن نمنع آباءنا نحن عن أن يزرفوا الدمع على إسماعيل الأزهري، فكيف نستطيع أن نمنع جموع الشعب السوداني؟ أنا لما عرفت تصرفت فعملت خبر مناسب يعني للظروف زي دي، اعترفت فيه بأنه ده رجل مناضل، أنه كان رئيس كذا ورئيس كذا ورئيس كذا ورئيس كذا وتوفي، وذكرت أنه حيدفن في مقابر البكري، دي مقابر بتاعت الأسرة يعني، فده وزيع. فأنا عمل لي إشكالات شوية، إشكالات بسيطة، لكن ما حد يعني استطاع إنه يأخذني رسميا. في الفاتح من يناير من كل عام يفد إلى بيت الأزهري العديد من القيادات الحزبية ومن عامة الشعب السوداني للاحتفال بذكرى استقلال وطنهم في صورة من صور الوفاء ولإحياء ذكرى رافع علم الاستقلال. حررتهم خليتها الزعيم بلد يا اخواني، نزل العلم بريطاني رفع العلم سوداني، كيف نتخلى عنك داني؟